والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. رمضان احنا رمضان مر علينا رمضان هون رمضان صعب علينا مر علينا رمضان انا صار عمري 53 سنة ما مر علي مثل رمضان عم نعيش هون بالمخيمات. وضعنا صعب، جوع، عطش، شوب، برد، احرام للاطفال، يعني اطفال يعني بدي فرحهم كل سنة انا روح فرحهم احلى فرحة، هلق ما عندي لبسهم. وضع صعب ما عندي لبسهم، يعني الافطار بدنا نأمن الافطار، يعني افطارنا غير كنا بتضيع مكيفين لك انا من كل نوع شو كنا نطبخه. هلق هون ما عم نحسن نأمن لاولادنا لا افطار ولا اكل ولا لبس. والله انا عندي 12 نفس، هاي من حلمي 12 نفس ما عندي أأمن لهم لبس. هلا حلمي عم تبكي عم بتقول بدي أأمن لهم لبس، ما عندي ما في. وضعنا صعب كثير، الله يفرج علينا. رجعونا على بيوتنا يا اخي، ما بدنا شيء، رجعونا على بيوتنا، عندنا ارضنا عندنا رزقنا بنشتغل فيه. اما هون تخلونا بالمخيم لا شغل، يعني العامل عم يروح ب 30 ورقه مصفيات للظهريات، ايش بده يجيب؟ دوبي يأمن حق خبز حقوتنا، يعني اكل ما بيجيب اكل للبيت، يعني الفاعل هلا ب 30 ليره ما بيجيب اكل للبيت. وضعنا صعب هون بالمخيم. ايش رمضان معنا رمضان، احنا معنا رمضان، هجرنا الله لا يوفقه بشار الاسد، الله لا يوفقه ان شاء الله. طيب احنا رجعونا على بيوتنا يا اخي، الله يخليكم، ما بدنا شيء، احنا مضبط حالنا ببيوتنا باراضينا برزقنا ملكنا. وضع صعب، ما في تأمين حاجة، ما في عندنا حجية، ما في. يجي فاعل خير جاب لنا شيء الله يجزيه خير، وجبة أكل ما جاب. وضعنا صعب كثير، وضعنا صعب بالمخيم كله. احنا هون مخيمنا 300 عيلة، وضعها كله يرسى إليه. وضع صعب، ما رمضان، ايش رمضان هذا؟ الحمد لله رب العالمين. كيف كانت الطقوس بالقرية قبل؟ بالطقوس بالضيعة هناك، والله نروح لبس الأولاد أحلى لبس. ونجيب احلى اكل واحلى لبس واحلى جخ واحلى عيد. ولك روح امبارحيات فتح مطعم قلب بشقد هذا الدروب بسعر الكيلو، قال 8 دولار 8 دولار الكيلو 8 دولار احنا خرجنا نشتري 8 دولار. اي والله العظيم حياتنا ما راح ندوقه هذه 8 دولار، وفي نوع ثاني 6 دولار. اي قلت يا ربي احنا ايش بدنا نساوي بهذه؟ احنا خرجنا نشتري ب 8 دولار. كنا هناك بالضيعة مأمنين كل شيء، والله كل شيء كان عندنا متوفر. وضعنا بالضيعة حلو، العيد حلو، نطلع نعيد على جيراننا نعيد. هلا ما في، الفرحة راحت من قلبنا. أمرار نتمنى الموت علينا وما عم بيجينا، أمرار نتمنى بشار يضربنا صواريخ وما عم يضربنا. وضعنا صعب يا حجي، الله يجزيكم خير. صايمين الحمد لله، عندي أطفال صايمين، وحتى يعني عم نصلي بالجامع، يعني هاي ديننا يا حجي، ديننا ما بيسمح لنا غير هيك. دينا بيسمحنا نفطر، عندي انا اطفال صغيرين كلهم صايمين الحمد لله رب العالمين، بس ما بنفطر، لا افطار ما بنفطر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عندي أطفال بصير معي والله عندي واحد من الأولاد تم هلا صار أسبوع ماشي معي شحاط. امبارح الله رزقنا اشتريت له شحاط. غير هيك ما في، صار عندي لبست وما صار عندي ما في وضعنا هيك، وضعنا ما في. ما اشتريت له مثلا العيد؟ لا 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 لباس؟ لا والله 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 ما يحرم، والله الحلو يحرم علينا كل مرة، كل يوم هناك بتضيع يوميا المغرب في حلو. هلق رمضان يشهد علي الله، والله العظيم والله العظيم ما دقنا الحلو. ما في ولا جهزت شيء للعيد؟ لا 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 ما في، ولا جبت له اللباس؟ ما في. لا 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 والله لا والله والله عندي الحلمي عم تبكي بدي قلت ما عندي بدي. ما في، وضع صعب، ما في عندنا وهي حقيقة ما في.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك على الجميع، الله يتقبل طاعاتكم جميعا. طبعا احنا كسكان المخيمات هذا رمضان الخامس بمر علينا، احنا ساكنين تحت هاي الخيام القديمة. طبعا طقوس رمضان كثير اختلفت عما كنا عليه في قرانا وبلداتنا قبل تهجيرنا. طبعا كل رمضان بمر عبيجي رمضان اللي بعده أصعب من اللي كان اللي سبقه. طبعا احنا برمضان بالخيام راحت كثير من عاداتنا وتقاليدنا. طبعا كل أسرة كانت تسكب، اسم يسموها سكبة رمضان، توزيع كل الجيران المحيطين، وطبعا هاي عملية تبادل مع كل بحيث انه يوصل لكل بيت. كنا بقرانا هي سكبة رمضان، اما اليوم تكاد تنقرض ضمن المخيمات. طبعا حتى الوضع الإغاثي المساعدات الإنسانية خفت كثير علينا. هذا رمضان لحد اليوم ما وصل شيء لحد الآن لداخل هذا المخيم اللي احنا باركين في مخيم كبير يحوي إلى ما يقارب 350 أسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج، أن يفرج علينا وأيضا كل الشعوب الإسلامي والعربي أنها تنظر إن حقيقة سنين عجاف مرت علينا داخل هذا المخيم وكل مخيمات الشمال السوري. طبعا للأسف الشديد كله عم ينظر إنا وبيسأل كيف حالكم، إحنا لسنا بخير. طبعا لحنا الأطفال النساء الكبيرين اللي باركين بالخيام أوقات صعبة. هاي الناس اللي بارك اليوم هي كانت ناس أعزاء كرام إلى كرامتها وإلى هيبتها. طبعا يحوي بكل صفوف المخيم هناك الدكتور وهناك الصيدلي وهناك الدكتورة وهناك وجه العائلي أو الشيخ اللي كان موجود معنا. اليوم كل الناس صارت سواسي بهذا الشهر، يعني لا وصلنا لدرجة يعني رب الأسرة لا يستطيع تأديد زكاة الفطر عن أسرته للأسف الشديد. حقيقة شيء يدمي القلب، غص القلب. كليتنا منحن إلى رمضان اللي كنا بالقرى نستقبل العيد. اليوم أطفالنا بدي يمر عليهم عيد بدون لباس. المنازل أيضا داخل كل خيمة كان هناك دروبس حلويات العيد أيضا وكعك العيد. اليوم غير قادرين أسرنا الموجودين في هذا المخيم وكل مخيمات الشمال أن تعيش طقوس الأعياد. طبعا حتى طقس رمضان حاولنا قدر الإمكان إن نعيشه وأن الناس تقوم بزيارات لبعض البعض، طقس السحور، صلاة الفجر جماعة، صلاة التراويح. يعني الموضوع الإنسان بحزن شديد بيطلع، يعني كنا بالقرى نبتهج تكون الفرحة برمضان، أما اليوم هاي الفرحة راحت بسبب أنه رب الأسرة غير قادر على تأمين احتياجات تجهيز وجبة الإفطار لأطفاله، تجهيز لباس العيد للأطفال، أيضا موضوع العيد، حلويات العيد، طقوس العيد. من هنا من أرض مخيمات الشمال نناشد كل الأمة الإسلامية والعربية أنها تتخذ قرار جريء بيعات الناس إلى قراها وإلى بلداتها. بحب أن أرجع بلادي وحن هناك ببلادي وأعمل أكل اللي بريدها هناك ببلادي داري طبعاً وفرح أولادي وأشبه ناقص لأولادي جبل هون طعميه هون كنت طعميه هون أفخر أكل. هلق بحتار أشبه أسوي لهون أكل وعن نار طبخة كله عن نار
جرت الغاز ما بعرف شلون شكلها، وهلا غين هيك يعني اموري كلها متضعضعه، بدي لبس لعجاني ما عندي، بدي طعميهم ما عندي، بدي حفيانين اولاد عندي اولاد حفيانين ما عندي لبسهم، واش بدي اسوي ما بعرف. النار وانت صايمه؟ وانا صايمه، وانا صايمه كل شهر رمضان، وقاعده هاي الببوري وبطبخ لهم، بحتار ايش بدي اطبخ لهم، بجيب اوقات بعملهم شاي، بحط لهم شاي زيت، زيت تقونة ما هو زيت الزيتون طبعا، زيت الزيتون من يوم طلعنا من بلادنا ما دقناه، ما بنعرف شو ايش طعمته، زيت هذا الزيت مقلب فيه بطاطا، كاسة شاي بحط لهم، وحب الزعتر اوقات بعشيهم، ما عندي اطبخ لهم، اوقات العالم بتحن علي بيجيبوا لي اكل بعملهم اكل، اوقات الناس بزت علي مصاري بقول يا خير روح اجيب اكل لاولادك، بروح بجيب لهم اكل، برجع بلادي هناك ببلادي، اذا طلعت من هون على كرمه بجيب لهم، اذا طلعت قعدت بارض الدار بجيب لهم، المهم قاعده ببلادي وبارضي وببيتي انا واولادي وبناتي، عندي بنات بنتين مريضات بحكي لهم دواهن، يعني بصوم على الاكل والشرب بس املهن الدواء، بس املهن الدواء، ما جبت لهن الدواء بيوقعني بالمرض، ما عندي قدره اجيب لهن الدواء. في ناس بتجهز، انا ما عندي جهز، ما عندي، انا هلا عندي اولاد بدي البسهم ما عندي، صلي من الصبح هلق ببكي، بدي قولي ما بدي اشتري اغراض، قول لهم ما عندي اشتري لكم، ما عندي، ما عندي قدره اشتري لهم، ما عندي، ايش بدي البسها ولا ها، عندي 8 بنات وخمس اولاد، ما عندي قدره البسهم، نشتغلنا اكلنا، ما اشتغلنا ما اكلنا، واشوف شو الفاعل 25 ليره بيروحوا مسحور ما بيجلس لا بعد الظهر على 25، نشتغلنا اكلنا ما اشتغلنا ما اكلنا. من السحر بروح اولادي، عندي طبعا بنات تنتين مريضات برحلي معاهم، بروح من السحر وبروح اولادي لا بعد الظهر على 25 ليره، بعشبه كمون، بعشبه عصفر، بعشبه فول على 25، 25 ليره يعني دولار تقريبا، اي 25 دولار. اي 25 ما بتجيب لي ربطه خبز، ايش بدها تجيب لي؟ ما بتجيب لك كيلو بطاطا ال 25، إذا قمت هلا بدي أقوم أقول لأبني أعطيني، بقول لأبني يا أمو بدي أشتري مثلا خفافي، ما أنا عطيتك إياهن، بحرمهم من الأكل وبروح بجيب له حدوي، بدي يطلع يشتغل ما اشتغل ما اشتغل ما لبسته حدوي، بعته حفيان على الشغل، ما بحسن بعته حفيان على الشغل، بحط طاق طاقي. مع ذلك صايمي ومحتسبي وصايمي وعم تطبخ على النار، وصايمي وبطبخ على النار وبعمل سحور على النار، بعمل سحور بقعد الصبح سحور بشعل الببوري وبحط بريق الشاي وبقعد هون يا قلبي بسحرهم، اليوم ما حسيت ما فارطين من العطش، راحة على الشغل كلها لك كثرها فارطة من العطش، واحد من ابن اولادي صار يبكي هلا قال يا امي متى قد المواد، وما عندي هاي نفسي على الاكل ما في اكوس منها، على الاكل ما في اكوس منها، على الاكل وش بدي اسوي؟ يوم كنت بالدار هناك يوم نطبخ محشي، يوم نعمل كبي، يوم نعمل سمبوسك،
صيني فروج كل شيء ما أحرم هالشيء. هلا خلينا يعني شهر رمضان كله يمكن ما أكل، يمكن كل يوم لحم ما أكلت على السوا. فروج ما بنعرفش طعامه، فروج ما كل سنة يجيبوا لنا وجبات، يطمروا المخيم وجبات، هلا ولا ما 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 بنستفيد شيء، لا لا وجبات لا سلال، يجيني سلال على العيد ما في، ما في. عندنا شهرين بنروح نقبضها من شهر للشهر، أشبه تقدينا بس تقرض قدها ثلاث مرات لحتى تطلع، بو فيها قرض ما بضل عندي شيء. هاي هي صايمين، عسى الله يفرجها علينا ويفرجها على أمة محمد يا رب. أما مصروفي يعني مثلا عندي بنات أربعة وابني واحد معاهن، كل يوم باخدها دورية عليهن، قل اليوم أنت عليك يا بنت الطبخة، على أخوك الثاني الطبخة، كل يوم وحدة بتدفع طبخة. إيش ال 25 بتجيب لي؟ بتجيب لي خمس قراص بندورة وخسي وجرس بقدونس وأربع حبات بطاطا، إيش بدها تجيب لي؟ بتدين لثاني يوم لحتى أوفى بجيب، هيك هاي شغلت بطاطا. أوقات بطبخ لهم برغل، أوقات بطبخ لهم شاي، بقول لك شاي، أوقات إيش بدي أسوي ما بعرف. اليوم عامل فطور عدس، طبخت لهم عدس وقليت لهم بطاطا وعملت لهم سلطة. هاي طبختنا اليوم، أكل المفضل عندنا هاي. كلفتنا الطبخة أنا بقول لك عذابي على النار، هاي أولا أنا صايمة وعم بطبخ على النار، غريقة نشف. حطيت كيلو عدس واشتريت بندورات وخيارات وخسات وجرز بقدونس وليمونات، يعني كلفتنا كل يوم إلى 100 ليرة، كل يوم إلى 100 من عدا الخبز، طبعا من عدا الخبز كل يوم إلى 100، كل مطلع شمس إلى 100 ورقه بين السحور وفطور، بين السحور وفطور من عدا الخبز طبعا. يعني بالخبز يوم كنا مفطرين برمضان كل يوم إلى 100، كل يوم إلى 100 أخذت دور على العجيات، يا بنت انت اليوم عليك 100 ورقه ما نجيب خبز، راح دوره اجى الثاني هيك.